طيب من فتره تقريبا من كام شهر عملت مقارنه بين ايفون 6 بلس وبين التليفون ده اللي هو النوت 5 بلس. كان واضح جدا في الفتره دي ان انا جاي على ال 6 بلس وجاي على انه تليفون قديم او ايفون قديم وناس ممكن تشتري كتير جدا، والايفون 6 وال 5 اس والحاجات دي كلها لحد ايفون 7 كمان ان تعتبر ايفونات قديمه وناس لسه بتشتريها لحد دلوقتي، لحد ما وصل الايفون 7 بلس تقريبا ب 12000 او حاجه زي كده والناس ما زالوا بيشتروها، مع ان في حاجات فئه متوسطه يعني فئه متوسطة احسن كتير من الحاجات دي. طبعا الناس هتفتكر ده تقول احسن بالمعنى الحرفي، لا جاي افهمك النهاردة بقى الموضوع ده، جاي افهمك حتة الاحسن في ايه، وده انت هتخسر ايه لو جبت ايفون 7 مثلا او جبت ايفون قديم، هتخسر ايه وهتكسب ايه لو جبت تليفونات فئة متوسطة بنص السعر او باقل كمان. اول حاجة انا حابب اوضحها الايفون، الايفون جهاز بريميوم. يعني ايه جهاز بريميوم؟ جهاز بريميوم يا جماعه يعني في حاجات كده بتستحمل، في حاجات تقعد معاك فتره طويله جدا تبهدلها. ايوه الايفون بيتبهدل حمار شغل بمعنى الكلمه، ولكن بطاريته وحشه. ايوه يا جماعه ده الموضوع ده حقيقي يا جدعان، ايوه الايفون عيبه القاتل بطاريته وحشه. اي ايفون في الدنيا بطاريته وحشه، يعني ليه اروح اجيب ايفون ب 12000 ولا باقل من كده مثلا؟ يعني انا لو بتكلم على ايفونات قديمه، ما بتكلمش على 8 بلس، ما بتكلمش على الاكس، اكس اس، اكس اس ماكس، اكس ار، ما بتكلمش على الحاجات دي، بتكلم على ايفون قديم تصميم قديم شكله قديم بيزلز قد كده وكل الكلام ده، وب 12000 او ب 8000 لو جبنا ال 6 اس. يعني اقل من كده ما تجيبش، لان اقل من كده مش هتعرف تستخدمه. اي ايفون حاليا 5S 6S اي ايفون بعديهم لحد مثلا اخر ايفون كل ده بيشغل ببجي على اعدادات كويسه جدا وكويس مفيش اي مشكله، ولكن ببجي مش هي اللي هتحدد، ببجي مش هي اللي هتحدد. انا جربت معظم الايفونات دي، جربت ال7 و7 بلس وجربت ال8 وجربت الاكس وجربت الاكس اس. يعني يا جدعان انا جربت فتره طويله ايفونات كتير، طبعا ما كنتش ماسك كل ده مش بتوعي يعني، بس فاكر ان انا جربتهم عارفهم وعارف الامكانيات وعارف الدنيا ماشيه ازاي فيهم. فانا كواحد استخدم ايفون تقريبا لمده سنتين او حاجه زي كده واستخدمت اندرويد لمده برضه طويله، فانا فاهم الدنيا ماشيه ازاي. ايفون عيبه القاتل البطاريه. لو جينا مثلا اقول لك ايه اللي انت هتحبه في الايفون ونيجي نقارنه بالفئه المتوسطه، مش هقول لك فلاجشيب، فئه متوسطه. لو جينا نقارن ايفون قديم بفئه متوسطه تمام، اول حاجه المساحه. تمام المساحه في الايفون مالها، من اول 16 جيجا لحد 128 جيجا كايفون قديم لحد ايفون 7 بلس مثلا، فانت تقدر تختار مساحه من 16 لحد 128 جيجا، دي حاجه ممتازه جدا على حسب فلوسك تختار مساحتك. جميل. تاني حاجه اي او اس، اي او اس الايفون متماسك جدا، سلس جدا، سريع جدا، ما بيعلقش، كل ده تمام، تحديثات مستمره، دي ميزه برضو جميله. طيب تالت حاجه معماريه المعالجات، ايفون او ابل بتعمل معالجات ممتازه حتى بعد 3 4 سنين، معالجات ممتازه بتفضل ماشيه. رابع حاجه تعتبر ميزه وعيب في نفس الوقت، تصميم ابل. ابل ايفونات قديمه ما بتكلمش على ده، ابل كايفون بتعمل تصميمات حلوه متينه جدا، سيبك من حته انه كان بيتني ال 6 وال 6 بلس، فكك من الحته دي، ايفون معدن ايفون معدن حلو جميل شكله لطيف جدا، شكله حلو تحبه، جهاز بريميوم حلو شكله لطيف. بيزلز مش مهم، خلينا نفكك من حته البيزلز دي دلوقتي، خلينا في حاجه تانية. وطبعا رقم خمسة فخامه تفاحه تكفي. طيب اوكي انت كده خلصت، دي مميزاتك، مساحه، معالج، نظام اي او اس، دي مميزاتك، مفيش شحن سريع، مفيش حاجات كتير، مفيش تصميمات من غير حواف. طب ايه؟ طيب خلينا اديك نبذه بسيطه جدا عن اللي هتاخده لو جبت تليفون فئه متوسطه من 2018 او 2019 اللي هينزل لسه. اول حاجه لو جبت مثلا حاجه زي الاونر 8 اكس هتاخد 128 جيجا ذاكره داخليه، جميل جدا، هتاخد معالج محترم، جميل جدا، فكك من الذاكره، يعني ده 128 جيجا. لو جينا حاجه ثانيه انت بتقول، او هو يعني الابل فان بوي ده اللي كان بيتكلم من شويه قال لك اي او اس، طيب ما انت ممكن تروح للبوكو فون، البوكو فون اندرويد خام 6 جيجا رام، مستحيل يهنج معاك نهائيا، معالج سناب دراجون 845. طيب موبايلات كتير جدا في الفئه المتوسطه فيها شحن سريع. لو بتتكلم ان الايفون بيسخن ففي تليفونات خاصه بالالعاب اصلا فئه متوسطه زي الاونر بلاي والبوكو فون اف 1، كاميرات
كاميرات الايفون ممتازه. انا بصراحه كشخص كمصطفى بفضل كاميرات الايفون عن اي كاميرات، حتى بفضلها عن جوجل بيكسل، ولكن بغض النظر يعني برضو اوبو بتعمل كاميرات ممتازه، هواوي بتعمل كاميرات ممتازه، اونر بتعمل كاميرات ممتازه، شاومي بتعمل كاميرات ممتازه، وكان واخد احسن كاميرا تقريبا هو النوت 5 وقت ما. يعني كل ده بسعر كام؟ يعني تخيل كده النوت 5 اللي معايا ده ب 3600 جنيه، ده ب 3600 جنيه، انت متخيل الرقم؟ اللي هو تقريبا بسعر ايفون 6 مستعمل او حاجه زي كده، ايفون 6 16 جيجا كمان مستعمل، ده 32 جيجا ب 3600 جنيه، لو عليت شويه هتجيب ال 64 جيجا، ولكن ممتاز يعني انا مكفيني 32 جيجا جميل تمام. فلو جيت مثلا لفشيخ الفئه المتوسطه البوكوفون ب 6000 وشويه، 6300 6200 ممكن يكون نزل 6000، واسعار عامه بتقل. عندك الاونر بلاي ب 5500 ده ممتاز جدا. عندك الاونر 8 اكس 128 جيجا ب 4800 جنيه. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ تصميم ممتاز، حواف مفيش، ممتاز، كل حاجه فيه كويسه، او كل حاجه في تليفونات الفئه المتوسطه حاليا كويسه. انا بس الفيديو ده والله ولا اقصد ان انا اقلل من تليفونات ابل ولا اي حاجه، انا اصلا يعني معايا ايفون يعني فاكيد مش بقلل من تليفونات ابل، ولكن من تجربتي فبقول لك ان هو فعلا ما يستاهلش. فخامه التفاحه تكفي، ما تستاهلش تمام، هي حلوه التفاحه تمام، بس ما تستاهلش، ما تستاهلش الثمن اللي انا بدفعه مقابل اللي انا باخده، قليل جدا بالذات لو في منافسه زي دي. فانت لو شخص مش ابل فان بوي، انت لو ابل فان بوي اكيد هتختار اي او اس مهما كان، ولكن انت لو شخص مش ابل فان بوي وعادي ممكن تجيب اندرويد او ايفون، فاتجه للفئه المتوسطه لو معاك طبعا سعر معين. طبعا لو معاك سعر اعلى هات فلاج شيب، ولكن الفكره لو معاك سعر معين اكيد ما تروحش تجيب ايفون مستعمل وتتعب مرارتك من التهنيج انا عارف ان الناس تقول لك ما بيهنجش، الايفون بيهنج عادي ولكن مش كل حاجه يعني، لكن بغض النظر بيسخن، مش هيبقى معاك احسن من تليفونات الفئه المتوسطه اللي موجوده دلوقتي. لو بطاريه الفئه المتوسطه احسن كتير، طبعا احنا عارفين 4000 ملي امبير و5000 ملي امبير، وعندك السامسونج ام اللي هينزل ده برده 5000 ملي امبير، في حاجات كتير قوي في الفئه المتوسطه. يعني حتى لسه الاف 11 لما ينزل بتاع اوبو، يعني تخيل الموضوع ده، وشوف شاومي هترد عليها تعمل ايه، وشوف سامسونج هتنزل ايه، وشوف هواوي هتنزل ايه، شوف اونر هتنزل ايه الفكره، او يعني شوف النوفا 4 حتى، انت فاهم الموضوع خلاص الموضوع فتح على البحر. ما لقيش لسه حد بقى بيشتري ايفون ويقول لي انا بشتري مش عارف غلط، خلاص بقى انت فاهم. انا يعني عشان انا راجل محترم فانا بحب بس اوضح لك الموضوع ده، ان ما ينفعش خلاص بقى عهد الايفونات القديمه ده خلص. يعني ما تقعدش ماشي بال6 وال6 بلس وجايبهم جداد او حاجه زي كده وتقول لي الايفون فخامته هتكفي، خلصت. مره ثانيه لا بقلل من تليفونات ابل ولا بقلل من الايفون ولا اي حاجه، الفكره كلها ان انا بحاول اوصل لك فكره ان التليفونات الفئه المتوسطه عليت بشكل مش طبيعي في كل حاجه، بطاريات، كاميرات، كل حاجه موجوده فيها. ده فلاكشيب صغير او فلاكشيب ميني، انت فاهم؟ لا خلاص بقى الدنيا خلاص، الموضوع خلاص وقف بقى في الايفون شويه، خلاص كفايه كده في تليفونات صغيره، ايفون 6 7 كل ده المفروض توقفه، حتى ال7 كويس شويه، ولكن قبل ال7 ما تجيبش يعني. بس يعني مش حابب اوصل لك الفكره اكتر من كده، بالتالي الموضوع كده انتهى، وانا حاسس ان انا انفعلت شويه، ولكن بس حبيت اوضح لك ان ناس كتير قوي لقيتها بتشتري ايفون 6 ايفون 5 اس لحد دلوقتي بيشتروها ايه؟ اللي هو ايه ازاي يعني؟ يعني سايب كل تليفونات الفئه المتوسطه الرهيبه دي وراح تشتري ايفون قديم؟ ما ينفعش. بس كده، يا ريت لو عجبك الفيديو ده تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه كنت اول مره تشوفني، واعمل شير الفيديو ده مع الناس اللي ما تشيروش مع الابل فان بويز، لان هيعملوا ديسلايك وهيبهدلوني، فياريت تشيروا مع الناس اللي بتحب الاندرويد، او تشير الفيديو ده للناس عامه بغض النظر عن اي حاجه. فانا قلت برضو ان انا ما بعيبش في تليفونات ابل او اي حاجه زي كده، ما زال تليفونات ابل حتى القديمه كويسه جدا، مش تخسر حاجه يعني، مش تخسر كتير لو جبتهم، ولكن انا بقول التليفونات الفئه المتوسطه الحديثه احسن بمراحل تمام، وما زلنا منتظرين الاف 11 هيبقى احسن بمراحل اكتر كتير يعني. بس كده، شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو للاخر، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، سلام.